بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحته ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح. حياك الله يا شيخ صالح. الشيخ معنا، مرحبا بكم يا شيخ صالح. نبدأ بتفسير الآية المباركة في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في صدأ، نعم، يعالج هذا الصدأ إن شاء الله، ونستأنف تفسير هذه الآية مع سماحة الشيخ صالح الفوزان. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر. ينهى الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يشرك بالله، وهذا أيضا نهي لأمته. إذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ولم يدل دليل على خصوصيته به فإنه عام للأمة. ولا تدعو مع الله، أي لا تعبد مع الله إلها آخر بالدعاء أو غيره من أنواع العبادة، ولكنه خص الدعاء لأنه أعظم أنواع العبادة، ولأن الغالب على عباد القبور والمشركين أنهم يدعون غير الله سبحانه وتعالى وينادونهم ويستغيثون بهم في الشدائد والملمات. الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ولا تدعوا مع الله إلها آخر. والإله هو المعبود، لأن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة. ثم قال: لا إله إلا هو. هذا برهان على نفي الشرك، أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه. فمعنى لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. كل شيء هالك، كل شيء يفنى بعد وجوده إلا وجهه، أي إلا الله سبحانه وتعالى، وما ابتغي به وجه الله عز وجل. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه له الحكم. ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا، وكل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فله الحكم المراد به الحكم القضائي والحكم الشرعي، كله لله سبحانه وتعالى، والأمر والنهي والتدبير كله لله سبحانه وتعالى، له الحكم
وإليه ترجعون يوم القيامة بعد الموت، فيوفيكم أعمالكم، يجازي الموحد المخلص بعمله ويجازي المشرك والكافر بعمله. الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء وحساب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج 011-442-83-13 لمن أراد الاتصال بسماحة الشيخ، وهو الآن موجود، الرقم موجود على الشاشة. أرجو أن تكون الأسئلة في محيطنا الشرعي وأن تكون أيضا مختصرة ومفيدة. فضيلة الشيخ، الأخ يقول أبو عبد الله: ما واجبنا، ما واجب الأمة نحو رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ الواجب على الأمة نحو الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته ومحبته والاقتداء به وتعظيمه بما يليق به صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك تعظيم أمره ونهيه، فيطاع فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه، ويقتدى به صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهو القدوة عليه الصلاة والسلام، فنقتدي به في أقوالنا وأفعالنا وتصرفاتنا. نعم. له فقرة أخرى، يقول الشيخ صالح الفوزان: هل نزل القرآن على رسولنا صلى الله عليه وسلم جملة واحدة أو مفرق حسب الوقائع والأحداث؟ نعم، نزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم منجما، يعني مفرقا بحسب الوقائع والأحداث، في خلال 23 سنة عمر الرسالة. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: قرأت في سورة قاف هذه الآية حفظكم الله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما المراد بحبل الوريد في هذه الآية؟ المراد بحبل الوريد العرق الذي بجانب الرقبة، كل إنسان له عرقان بجانب رقبته، يقال لهما حبل الوريد، أي العرق الذي يجري منه الدم. نعم. يقول الشيخ: هل عبادة الجان مثل عبادة الإنس؟ فضيلة الشيخ، في الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، كلهم يعبدون الله بما أمر به سبحانه، كلهم يصلون وكلهم يزكون وكلهم يفردون الله جل وعلا بالعبادة. اقرأ قوله تعالى: وإصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا برسوله. فالجن مكلفون مثل الإنس، مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم عامة للجن والإنس: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الله جل وعلا يقول عن الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به
ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، إلى آخر السورة. فالجن مكلفون ومأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نبدأ بالاتصالات ونأخذ الاتصال من أبو محمد من الخرج. تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤالي أنا في حديث اللي قلنا 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب عذاب ولا حساب منهم الذين لا يسترقون. طيب فيها جاء في الأثر عن الرسول أنه قد استرقى وقت على إحدى زوجات النبي، كيف نجمع بين الحديثين ذول؟ شكرا. الحديث لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، استغناء بالله سبحانه وتعالى وابتعادا عن الحاجة إلى غيره، فهم لا يطلبون الرقية من أحد من عظم توكلهم وإخلاصهم لله عز وجل. نعم. يسأل أبو محمد أيضا يا شيخ صالح عن أعظم الكرامات للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول وهل الكرامات تكون عن طريق الوحي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم له المعجزات، الكرامات تكون للأولياء، وأما المعجزات فتكون للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وصلنا بعض الأسئلة المتعلقة بشهر رمضان. فضيلة الشيخ يقول أصيب أخي في حادث في رمضان ولم يصم هذا الشهر، وانتقل إلى الرفيق الأعلى بعد يقول رمضان ولم يصم الشهر، هل يقوم أولاده بالصيام عنه؟ ما دام أنه مات في مرضه الذي أصيب به ولم يتمكن من القضاء فليس عليه شيء ولا يصام عنه. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول في سؤال له، بعض الناس يتداولون في حديث يغفر الله لمن صام الخامس عشر من شهر شعبان إلا المشرك ومن بينهم شحناء. لا أصل لهذا الحديث، ولم يصح في يوم الخامس عشر وليلة الخامس عشر من شعبان، لم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ أيضا يقول يوجد في بعض البقالات بعض المسابح التي كتب عليها بعض أسماء الله الحسنى ويبيعونها يا فضيلة الشيخ ويقولون بأنها للبركة. لا يجوز استعمال هذه المسابح المكتوب عليها الأسماء الحسنى، لأن هذا وسيلة إلى الاعتماد عليها والتبرك بها، ولأن هذا عمل لم يكن عليه دليل من الكتاب والسنة ولا من عمل السلف الصالح. نعم. طيب ناخذ المتصل محمد من أبها. تفضل يا محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. مساكم الله بالخير. حياك الله يا محمد، تفضل. الله يبارك فيكم إن شاء الله. كيف حالك يا شيخ؟ خير الحمد لله. الله يجزاك خير يا شيخ. تفضل محمد. والله أبد يا طويل العمر، عندي استفسار أنا الله يعطيك العافية. سؤال تفضل. اللي هو عندي الوالدة زمان قبل وإحنا صغار اتركتنا وطلبت الطلاق من الوالد، وكنا نروح لها زمان وإحنا صغار وكانت تطردنا ولا كانت تعترف فينا نهائيا، وهي عايشة مع أخوها. كبرنا ولله الحمد وتزوجت، وبعد كذا يا شيخ يعني حاولت اني اتواصل معها وكلها يعني ارضاء لله، اتواصلت معها وزرتها ويعني طلبتها انها تجي تسكن معنا،
لان عندها اخوها يعني ما نقدر نزورها ولا نقدر نقابلها الا بموافقه اخوها. فلما طلبت منها انها تسكن معنا وتجي تسكن معنا وتعيش معنا رفضت الكلام هذا يا شيخ. طيب والسؤال؟ ابغى فتواك يا شيخ الله يعطيك العافيه. طيب شكرا. ما دام رفضت السكنة معكم وأنتم طلبتم منها ذلك فقد أديتم الواجب وعليكم ببرها والإحسان إليها. ترى في صدى في صدى. نعم الجوال تفضل تعالجون يا أخوان. نعم يا شيخ. نعم أحسن الله إليكم الشيخ. هل لابد يقول السائل أبو إبراهيم من تبييت النية في الصوم سواء كان في الفرض أو النفل؟ نعم في الفرض لابد من تبييت النية من الليل، قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، فلا بد أن ينوي قبل طلوع الفجر، ينوي الصيام عند طلوع الفجر أو قبله. وأما في النفل إذا لم يأكل ولم يشرب بعد طلوع الفجر فيجوز أن ينوي الصيام من النهار، صيام التطوع. نعم أحسن الله إليكم شيخ. يقول الفقرة الأخرى في سؤال: ما هو ربا الفضل وما هو ربا النسيئة؟ ربا الفضل هو الزيادة في الأصناف الربوية، إذا بيع بعضها ببعض كالبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح لا يزاد بعضها على بعض، بل لا بد من التساوي ولا بد من التقابض أيضا، فلا يجوز لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة إذا اتحد الجنس. وأما إذا اختلف الجنس فيجوز التفاضل ولا يجوز النسيئة، لا بد من التقابل. نعم فقرته الثانية يقول الشيخ صالح: ما حكم عقوق الوالدين وهل لي من توبة؟ عقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب وهو بعد الشرك بالله عز وجل، كما أن بره ما بعد طاعة الله سبحانه، فبر الوالدين يكون بعد توحيد الله عز وجل، وعقوقهما محرم ويأتي بعد الشرك بالله عز وجل. فعليك أن تتوب إلى الله إذا كان الوالد موجودا أو الوالدة، تطلب المسامحة منهما، تحسن المعاملة معهما والبر بهما، وإن كان ميتين فعليك التصدق عنهما والدعاء لهما والاستغفار لهما. نعم معنا المتصل علي من جازان، له مجموعة من الأسئلة، أورد هذه الأسئلة نكتبها ثم نعرضها على الشيخ. تفضل علي. علي السلام عليكم. وعليكم السلام. أولا بعد صلاة الفجر ورد داخل البيت أقرا آية الكرسي وسورة قل هو الله أحد والمعوذتين، وبعد المغرب برضو نفس الشيء، وما أدري يعني بالسنة ولا لا. طيب والسؤال الثاني؟ نفسه هذا السؤال الثاني، يعني سؤال بعد الفجر وسؤال بعد المغرب. طيب شكرا شكرا. يقول بعد نعم. بعد صلاة الفجر يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين. نعم هذا شيء طيب، هذا من الورد الذي يحفظ الله به العبد مما يخاف ويحذر، هو شيء طيب. نعم ما الدروس المستفادة يا شيخ من تعاقب الليل والنهار؟ الاعتبار والاتعاظ في تعاقب الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار يدل على عظمة الله وتدبيره وقدرته سبحانه، فالمسلم يعتبر بتعاقب الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار، ويكون
بذلك معظما لله عز وجل ويؤدي العبادات التي فرضها الله عليه في الليل والنهار والعبادات المستحبة. هذا هو ما يكون في حق المسلم في الليل والنهار. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، السائل يقول: عند صب الماء على جسمي للغسل من الجنابة، هل يجزي هذا أم لا بد من الوضوء؟ لا بد من الطهارتين، الصغرى وهي الوضوء والكبرى وهي الاغتسال. فتتوضأ أولا، السنة أنك تتوضأ أولا وضوءا كاملا ثم تغتسل بعد الوضوء، هذا أفضل. وإذا نويت الوضوء يعني يدخل في الاغتسال واغتسلت ناويا بذلك رفع الحدث الأكبر وناويا رفع الحدث الأصغر، فإن ذلك يجزي بشرط أن تعمم جميع الجسم ولا يبقى منه شيء لا يصل إليه الماء. نعم. يقول في الآية الكريمة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ماذا يستفاد من هذه الآية؟ الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف، جاء وجعل مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة وصلى عنده ركعتي الطواف، هذا هو الأفضل. وإذا صلى ركعتي الطواف في أي مكان فلا بأس بذلك، لكن الأفضل أن تكون عند مقام إبراهيم. نعم. أبو فايز من النماص، تفضل يا أبو فايز. يا طويل العمر الله يجزاك خير، ارحم والديكم في الشيخ سواء. آمين. مثلا الظهر لما نصلي 4 ركعات قدام الصلاة قدام الفرض 4 ركعات، هل يجزى ولا لا؟ طيب، هذا بعد الظهر، مع الظهر 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر، وأما العصر فلا راتبة لها لا قبلها ولا بعدها. وإذا صلى قبل العصر نفلا مطلقا فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن تكبيرات الجنازة وعن عددها وصفتها، وإذا فاتني تكبيرة من صلاة الجنازة. تكبيرات الجنازة 4 تكبيرات، يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يصلي على يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويسلم عن يمينه. نعم. يقول يا شيخ السائل أبو عبد الله: شخص في الحج العام الماضي لم يكن عنده ثمن الهدي ولم يتمكن من الصيام إلا في أيام التشريق، فهل يجوز له أن يتعجل أو يلزمه التأخر حتى يصوم 3 أيام في الحج؟ يجوز له التعجل ويصوم، العبرة بالزمان، ما دام أيام التشريق باقية فيصومها، سواء صامها في مكة أو صامها في الطريق. نعم. يقول الرجل الفقير، هذا سوداني مقيم بجدة، يقول: الرجل الفقير الذي لا يملك قيمة الحج، هل يسقط عنه الحج فضيلة الشيخ كما في الآية: من استطاع إليه سبيلا، أو ينيب عنه الغير؟ لا بد من الاستطاعة في البدن والاستطاعة في المال، فإن استطاع في المال والبدن وجب عليه أن يباشر الحج بنفسه، وإن استطاع بالبدن وليس عنده مال فليس عليه حج، وإن استطاع بالمال ولم يستطع بالبدن فإنه ينيب من يحج عنه حجة الإسلام. نعم. نأخذ علي معنا على الخط، تفضل يا علي. السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام. الله بالخير. حياك الله، تفضل. كيف الحال شيخ صالح؟ الله خير الحمد لله. شيخ صالح، سفر الأخت من الرضاعة مع أخيها من الرضاعة، هل يجوز؟ السؤال الثاني، مقولة لا تقره الأديان، لا تقره الأديان. السؤال الأول، نعم. سفر الأخت من الرضاعة مع أخيها من الرضاعة، هل يجوز؟ طيب، شكرا. لا بأس بذلك، تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، فيجوز لها أن تسافر مع أخيها من الرضاعة لأنه محرم لها. نعم. عبارة لا تقره الأديان شيخ. نعم، لا أمور لا تقره الأديان السماوية، يعني الأديان السماوية محرم في جميع الأديان، مثل الشرك بالله عز وجل، مثل كبائر الذنوب. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو، مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، وتوحيد الألوهية هو توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد من صلاة وصيام وحج وصدقة وغير ذلك. نعم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة، تليفون البرنامج 011-442-83-13. فضيلة الشيخ يقول، إذا اشتريت طعاما صالحا للاستهلاك الآدمي بقصد أن أطعم البهائم، هل علي في ذلك شيء؟ لا شيء عليك في ذلك. نعم. يقول، إذا قام الإمام في الصلاة عن التشهد الأول وقبل أن يستقيم قائما سبح المأمومون لكنه لم يرجع، فهل يلزم المأموم متابعة الإمام أو الجلوس للتشهد الأول؟ يلزمهم متابعة الإمام، والإمام يسجد للسهو عن ترك التشهد الأول ويسجدون معه. نعم. فضيلة الشيخ، في الآية ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، المستطيع فضيلة الشيخ ولكن عنده تسويف في الحج حتى بلغ الآن 40، ماذا نقول لمثل هذا؟ يجب إلزامه بالحج إذا كان لم يؤدي فريضة الإسلام وهو مستطيع، فأمر بذلك وذكر ولم يمتثل، فإنه يرجع فيه إلى ولي الأمر ليلزمه بالحج وأداء الفريضة. نعم. تفضل يا أبو مسفر من وادي الدواسر، تفضل. مساء الخير فضيلة الشيخ. السلام عليكم. نعم تفضل الشيخ. الله يحسن إليك، ما صحة الحديث حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، من قال دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كتب له 10 حسنات ومحي عنها مثلها، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. طيب، خلي جاوب الشيخ. نعم، الحديث صحيح يا أخي، فيه التهليلات 10 بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، هذا مستحب أن يأتي بالتهليلات 10، وكذلك يأتي بيسبح الله 33 ويكبر الله 33 ويحمد الله 33 ويقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. السؤال الثاني أبو مسفر. السؤال الثاني، الله يحفظك يا شيخ. نعم. نذهب دائما لمنطقة عسير لقصد النزهة، هل يجوز المدة طبعا 10 أيام أو أكثر أو أقل، هل يجوز لنا جمع الصلوات؟ إذا كنتم تسيرون في الطريق فإنكم تجمعوا، يجوز لكم الجمع، أما إذا كنتم مقيمين فلا يجوز، يجوز لكم القصر ولا يجوز لكم الجمع. نعم. السؤال الثالث. السؤال الثالث، الله يرضى عليك،
السؤال الثالث، في محافظة وادي الدواسر نخرج شبه يومين بعد صلاة الظهر والعصر للإبل خارج المحافظة، وتكون المسافة بعض الأوقات 60 كيلو أو 70 كيلو أو 75 كيلو، هل يجوز جمع الصلوات علما أننا نرجع في نفس الليل؟ لا شكرا. لا ما يجوز جمع الصلوات فيها، لأن هذا ليس سفرا، ولم تنو مسافة 80 كيلو فأكثر، وإنما تطلبون الإبل، ربما تكون قريبة وربما تكون بعيدة، فأنتم في حكم المقيم تتمون الصلاة ولا تجمعون. نعم شكرا للمتصل وشكرا لفضيلة الشيخ. يقول السائل أبو عادل: يا شيخ قدمت من سفر وقد صليت العشاء في الطريق، فلما وصلت إلى بلدي وإذا هم يصلون العشاء فصليت معهم، هل يكون فعلي هذا قد أديت سنة القدوم من السفر؟ نعم. يقول: قدمت من سفر وصليت العشاء في الطريق، فلما وصلت إلى بلدي وإذا هم يصلون العشاء فصليتها معهم، هل يكون بفعل هذا قد أديت سنة القدوم من السفر؟ لا بأس بذلك. نعم أحسن الله إليكم. الأخت أم مرام تقول: يا شيخ والدتي سمعها ضعيف جدا وكثيرة الاحتياجات والطلبات منا، بعد فترة أرفع صوتي عليها لإبلاغها لأنها ضعيفة السمع، وبعض مرات تقول أتنفرز، هل هذا من العقوق؟ لا ترفع صوتك عليها إلا لقدر الحاجة، إذا كانت ما تسمع فترفع صوتك بقدر ما تسمعها. نعم. يقول هذا مصري مقيم بجدة: ما فضيلة الشيخ الطواف بالقبور فضيلة الشيخ هل يخل بعقيدة المسلم، وما سبب بعض الناس في الطواف في القبور؟ الطواف بالقبور بقصد التقرب إلى الأموات هذا شرك أكبر، لأن الطواف عبادة فلا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى وببيته العتيق، ما يطاف بالقبور والأضرحة ولا يطاف بأي مكان على وجه العبادة إلا بالبيت العتيق. وليطوفوا بالبيت العتيق، طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فهذا شرك بالله عز وجل إذا كان يقصد التقرب إلى الميت فهو شرك أكبر، وإن كان يقصد التقرب إلى الله فهو بدعة يجب تركه. نعم أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: هذا السائل خرج اسمي في البنك العقاري لكنني لم أحتج إليه في هذه الفترة، فهل يجوز أن أبيعه لشخص يستفيد منه؟ هذا حسب نظام البنك التسليف، تراجعهم وينقلونه منك إلى غيرك، تراجع البنك في ذلك. نعم أبو سفر معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يكتب أجركم إن شاء الله. شيخ عندي أخوي الله يعطيك العافية جته عين وهذا، وأعطاه شيخ موية مقري عليها وقال يتروش بها، هل يجوز يتروش بها في دورة مياه عزكم الله؟ لا بأس بذلك، ما يمنع أن الماء المقرو فيه يتروش فيه الإنسان، ولكن هذا العمل لا دليل عليه أنه يتروش لأجل ذهاب إصابة العين، لكن عليه بالمعالجة بالرقية الشرعية وبالأدعية. نعم يا شيخ ما نصيحتكم للذين يقرؤون على الناس، فضيل القراء الذين يقرؤون على الناس من العين والسحر وغير ذلك؟ الرقية لا بأس، يرقي المصاب بالعين، وأما غير الرقية وكذلك يستعمل الدعاء، يستعمل الأدعية الشرعية والاستعاذة بالله، قراءة القرآن
سورة الإخلاص والمعوذتين، كل ذلك من الرقية التي ينفع الله بها سبحانه وتعالى. نعم. تفضل يا مبارك معنا من الرياض. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤالك أبو مبارك. سؤالي حول الاغتسال من الجنابة، إذا كان عليه جنابة وراد أن يغتسل، يغسل اليدين ويدخل ويستنجي ثم يغسل الجنابة ثم يطلع يكمل الوضوء، صح ولا غلط؟ أي نعم، لا بأس أنه يبدأ بالاغتسال ثم يتوضأ، أو العكس، أو العكس يبدأ بالوضوء ثم يغتسل. شكرا. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. المحجة البيضاء الذي تركنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما المقصود فيها؟ البيضاء، تركنا على البيضاء، ما قال المحجة، تركنا على البيضاء، يعني على السنة الواضحة، السنة الواضحة ليلها كنهارها. نعم. الأخت أم إبراهيم تقول يا شيخ في الرضاع، هل لابد من اليقين في عدد الرضاعات؟ نعم، لابد من اليقين في عدد الرضاعات، فإذا لم يتيقن الرضاع فإنه يعتبر شبهة، يعتبر شبهة، أما إذا تيقن فإنه ترتب عليه أحكامه، تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. نعم. يقول ما صفة بيع ما لا تملك وبيع السلم، ولماذا سمي بهذا الاسم؟ بيع المعين لا يجوز إلا بيع المعين لا يجوز إلا ب وإلا بتعيين المبيع، أو تعيين المبيع، بعت عليك السيارة الفلانية التي صفتها كذا، بعت عليك الدابة التي صفتها كذا الفلانية. وأما البيع في الذمة فالموصوف في الذمة الذي ينضبط بالوصف كما ينضبط في السلم، يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول راكب الطيارة هل يفطر وهو يرى الشمس، وعلم بواسطة الساعة والهاتف عن إفطار البلد القريب منه؟ لا، ما دام أن في الجو يشوف الشمس ما يفطر إلا بعد أن تغرب الشمس عنه. أما إذا أفطر وهو في الأرض، غابت الشمس وهو في الأرض وأفطر ثم أقلعت الطائرة وراء الشمس، فإنه على إفطاره في الأرض لا يصوم مرة ثانية، بل يكون مفطرا، لأن حكمه حكم أهل الأرض. نعم. تفضل يا أبو عبد الله من الخرج معنا على الخط. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين لو سمحتي. تفضل. بعض الدعاء الأدعية عندما يقول الله يرفع قدرك، ما حكم هذه؟ لا بأس بذلك. لا بأس. سؤال ثاني جزاك الخير. طيب. البعض عندما يقول الصلاة على الرسول نلاحظه يقول طلع يسلم. نعم. عند صلاة الرسول بعضهم يستعجل فيقول طلع يسلم، طلع يسلم. لازم انه يؤديها على الوجه المطلوب ولا يسرع بها. شكرا، بارك الله فيك أبو عبد الله. فضيلة الشيخ، الأخت أم عبد الله تقول الكبيرة في السن وكانت جاهلة في أحكام الحيض سنين عديدة، لم تقضي ما عليها من صوم وصلاة، ماذا يلزمها؟ الصلاة لا تقضى، الحيض لا تقضي الصلاة، وأما الصيام فيلزمها القضاء، يلزمها القضاء إذا علمت، فإنها تقضي ما عليها، لأن الصوم دين باق في ذمتها. نعم. ورد هذا السؤال فضيلة الشيخ، يقول أبو عبد الله اقترضت من شخص مبلغا من المال، واشترط علي شيخ صالح
أن أرد هذا الدين عليه بعملة أخرى. ما يجوز هذا، يعني اشتراط ما يجوز، ولكن عند الوفاء لا بأس أن تعطيه بعملة أخرى، لأن هذا من باب الصرف، ما في ذمته من النقود يصرفه بعملة أخرى، هذه مصاربة لا بأس، أما الشرط لا يجوز هذا. نعم. وبالنسبة يقول لتعريف بيع التورق، هل هو جائز في الإسلام؟ نعم، بيع التورق جائز عند الجمهور، وهو أن يحتاج إلى نقود فيشتري سلعة بثمن مؤجل ويبيعها على غير الداين ويرتفق بثمنها، فإذا حل الأجل يسدد للداين ثمن السلعة، هذا التورق، لأن المقصود منه حصول الورق وهو الفضة. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح الفوزان، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في لقاء هذا الأسبوع من برنامج فتاوى. أشكر زملائي فريق العمل من المخرجين والفنيين وكذلك المصورين الذين أخرجوا هذه الحلقة المتميزة، وأشكر زملائي في مكتبة الشيخ الذين هيئوا هذا اللقاء. يتجدد اللقاء بإذن الله تعالى مع فضيلته في حتى ذلك الحين. هذا زميلي مخرج هذه الحلقة سلطان العتيبي، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله.